والله نقشت معك يا أبو نجيب، نقشت. إيه سيد راسي، شو رأيك؟ برغوت منك وبرغوت مني، منروح نجيب رغيفين خبز وخيارتين وبندورتين نتغدى، وبعد الغداء بأخذك بورجيك على الخان شيتي سيدي. أخ يا ببو عيني، ليش هالبعزة باباتي؟ ما عندك بصل؟ بلا عندي بصل سيد راسي، عندي. أصبح منجيب رغيفين ومناكلون على بصل. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا أبو حميد، والله جبتها. أصبح البصلات علي والخبزات عليك، يعني بكل أحوال سيد راسي حتك البرغوت. لا حبيبي ما حذرت، معناتها منجيب خيار وبندورة. الله يوفقك إلهي، الله يوفقك. شو باباتي، تاكل حرام شي؟ أعوذ بالله. أنا؟ لك ليش أخذ بندوراية زيادة عني؟ أبو حميد، بزمتك بترضاها أنت؟ قاعد لي تحت العريشة وبالفيات ولا ناتع مشوار بالشمس رايح جاي، وتطلع حصتك مثل حصتي؟ أخ يا ببو عيني، معناتها أخذ كل المشوار؟ شو سيد راسي؟ يعني كتير علي إذا أخذ كل المشوار؟ بدك يعني يطلع مشواري بلوشي أبو حميد؟ اللحم واللحامة وتخلصوا من المرة النهيانة السحيانة. على راسي. قرب يا أمير، قرب يا سمير. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهي وحدة على البيعة خمسة. طعمة يا طعمة، أطيب من العوامة. لك أخي لا إلك شغلة تانية، والله صرعت راسي. عم نتسبب باباتي، عم نتسبب. اتسبب، ما حدا عم يقول لك شيء، بس لا إلك شغلة تانية. معلمك قال لي اقعد هون وتسبب. معلمي؟ إيه باباتي، معلمك وتاج راسك. ليش وين شفته لمعلمي؟ هو جابني لهون. وين راح؟ وصل مشوار وقال بيرجع بعد شوي. غريبة. وأنت منين تعرفه لمعلمي؟ باباتي هاي قصة طويلة. قال لي تعال هون مشان يساوي لي بسطة كبيرة نبيع فيها جوز وزبيب واكلات طيبة. ايوه روح حبيبي روح، عبي لي طاسة مي، وإذا في شوية ما زهر حط لي فوق ما زهر مشان توصل فيك عند معلمك باباتي. ايه تكرم عينك يلي مخه مسكة وحناكه ما بتتسكى، عنا قضامة على سكة. تعا يا أمير، تعا يا سمير، ضامي ضامي. تعا يا سمير، تعا يا أمير، ضامي ضامي. تاخذ لك ضامي سلى فيهم على الطريق. شنو؟ قضامي قضامي باباتي، يعني حمص. ما نبي، نبغى حلاوة. حلاوة. كيفاش يساوي؟ خليه علينا أمير. شو؟ عم تقول له خليه علينا؟ لا بالله يا اخوي، كثر الله خيرك. مجيديتين وثلاث براغيث. تكرم يا اخوي تكرم. هاي مجيديتين وهاي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص خلاص ولا يهمك امير، مسامح بالباقي. يخرب بيتك، قال مسامح. يلا نسلم عليكم. ميسر الله معك. يخرب بيتك، لك هذا مال الناس امانه بين ايديك، بتقوم بتسامحه بثلاث براغيث؟ والله ما يدرى معلمك ابو نجيب ليقيم الدنيا ويحطها على راسها. مين؟ معلمك ابو نجيب باباتي. هلا ابو نجيب معلمي؟ ايه معلمك وتاج راسها وغصب عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. لك يا عيب الشوم عليك، هيك بتخون الامانه؟ هلا انت من الصبح قاعد عم تتامر علينا، على اساس انت صاحبه للعقيد، تجي بتقول انه معلمي ابو نجيب؟ ليش ابو نجيب مو صاحب الخان؟ الخان لا ابو نجيب. هيا راسي سجلت الله لا والله هلقت لي ما كان لازم تكون لها الدرويش، كان لازم تكون لها معلمي ابو نجيب. لا ما
ابو نجيب. اخي اعطاني يا اخي الكبير. لك شبك انت التاني. لك شبك. وين كنت انت؟ كنت بجنب الحمرة سيدي. منيح هيك الله لا كان شبخ. الله لا يشعر خير ولا يوفى. على اساس كثير انا متوفي سيد راسي ما هيك. مشكيك لاحكم الحاكمين. الله لا يوفقك كل الله. بتغمض ولادنا. قال شو؟ عنده خان قال. لك حالي عمي يا انت التاني، شو ناقصك انا؟ بدني كلوي لكم بدني بدني. الله يكسر حياتكم. آخ 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 آخ. الله لا يوفقكم يا بيت القاعود ربي. شو أدن الصبح باباتي؟ ايه أدن سيدي أدن. أنا بدي نملي شي ساعتين. ها شو خربت لي بيتي؟ الله يخرب لك بيتك. قلت لي بدك تنام ساعتين، ان شاء الله بتنام ما بتفيق، ان شاء الله نومت اهل الكهف، لك ان شاء الله سم العدولي، لك ان شاء الله مطرح ما يسري ياري يقرب بيتك. خلصت لي الاطامه. لك روى سيداسي روى شباك. كل اللي اكلناه اربع خمس ضمايا، شو صار يعني؟ اربع خمس ضمايا. لك قول رطلين ثلاثة قدامي يخرب بيتك وين رحت فيهم؟ لك حمار ما بياكله. لك روي سيدو روي شباك روي روي. من بده يجيني الروي؟ ضريتني الله يضرك من عالي. الهوى عيوني بلونا بالهوى عيونك وخدودك ما شفت وردة بلونا. اوه عم تغني مبسوط. ما الله لا يوفقك. لك عم بدك يعني يزعل؟ لك شبك شبك حايس لايس. لك ما عم اقدر اطلع معدتي ماسكه سيدي معدتي ماسكه. الله لا يقيم الشده عم معدتك. هذا كتام كتام من القضامه باباتي كتام. تحمل تحمل. كتام؟ ليش القضامه بتعمل كتام سيد راسي؟ لا باباتي بتعمل اسهال. لك اذا القضامة مو الك بطنك مو الك. تحمل تحمل يخرب بيتك. شو عينك جوعانة جوعانة وفجعان. قوم 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 بيعلى ضاباتك ولا عليك. اوف اوف اوف. نحن يا ناس بالكرم ماضين وسيوف رجالنا بالحرب ماضين بالحرب ماضين وسبقنا حاتم طي عالكرم ماضين وروس الدبايح عالأربع جناب. ياي 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 يا باي حاتم طي حاتم طي ما بيطلعنا طبخر كرمكم سيدو. لكان لكان باباتي لكان. بتعرف عجبني البيت اللي هذا سيد راسي عجبني. تعلمني اياه؟ بدك تتعلمه؟ بكره الضيوف بتكلفتوا عليك كلفته باباتي. شو هاد؟ بلا بلا البيت عتابة ما حبيته اصلا. انا وكيلك ما حبيته. اوف اوف اوف. اجت 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 اجت. أهلين عنوني. أهلين سهلين. وين صاحبك ابن نجيب؟ ماني شايفه معك. البعيد عنك مكتم ومو حسنان يمشي. لا ما على علبه شر. بس شو دخل الكتام بالمشي دخلك؟ لك مو بس مكتم متورم كمان. اوف 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 اوف. منين؟ هذا يا سيدي امبارح اجى لعندي اكل قتلي حشكو لبك من اخوه لابو دياب. يا لطيف. طيب القتله وفهمناها ماله حسنان يمشي، بس الكتام من ايش يعني؟ من كتر مو متزهرن وضعمه. ان شاء الله مطرح ما يسري يهري ان شاء الله. اكل كثير وضعمه؟ لك عن نص الكيس اكله. بعدين رايح انا عند ابو صفوان جيب له حقنه. خاطره.
عيني. مرحبا. اهلا وسهلا. وين ابو صفوان؟ شو بدك منه؟ مكتب، عفوا قصدي ابن نجيب مكتب. قديه صار له ما خرج؟ يعني بدك قول يوم يومين. ايوه معناتها بده حقنه من كل بد. لك ليش جاي لعندك الزلمه؟ بده حقنه. عمي التحويجه بتكلفك برغوتين، وايش كان انا بدي تحشله اياها؟ في بظهرهم برغوتين تانيات، يعني برغوتين كراها وبرغوتين للتحويجه. اوف والله كثير. طيب شو رايك يورجيك فيهم على صندوق العجائب؟ ما عندي غير هيك عمي، ما عندي غير هيك. يعني هلا اذا اخذ حقنه بيقدر يروح على العشاء؟ انو عشاء؟ عشاء المختار. لا اوعها، بياخذ الحقنه من هون بده يقعد بالفرشه ساعه من هون. حاكيني هو؟ ايه. هلا ابو نجيب معزوم على العشاء عند المختار. ايه معزوم عند العشاء عند المختار. بعدين انت جودك الاخ اذا معزوم على العشاء ولا مو معزوم، العب بقلبك طلع شري. يلا اعطيني التحويجه. ايدك على اربع براغيت. وليش اربع براغيت؟ برغوتين بس. ما بدك يعني تحشله اياها انا؟ لا انا بتحشله اياها. ايه ايش كان هيك تصطفي؟ رح بحضر لك اياها. يلا. ايه تعال. شو بدك؟ هلا مر لعندي على الدكان بعد ما تاخذ تحويجي، بعطيك شويه شطه من عندي، بتلك كله راس الحيني قبل ما تحشته اياها. شو لك يا برني اللي خلقك؟ يلا هلا بجي. يلا قولي يا بطني بلي. دخيل الله دخيل الله دخيل الله. والله ما عمد. ابو حميد انا طالع اتمشى لي شوي. طالع تتمشى شوي ولا طالع تتعشى؟ لا مو طالع تعشى سيد راسي، طالع اتمشى. فكرت؟ ايه لا تفكر. لك اذا انت العدل انا رباطه. على همان يا فرعون. لك ايش هو سيد راسي؟ خلصني مطول. لا لا شويه باباتي، ما بقى الا الثانيه. لك ايش هو شويه باباتي؟ خلصني بقى. يلا لا تقول الا خلصنا. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. قولي 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 نار نار نار. الله لا يوفقك يا ابو حميد، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. يا حيف الزلم يا حيف. من عينك صعبتي قولي نار. قولي اندفست ما هيك؟ اندفست؟ ان شاء الله نومي بلا فيها الهي. تاكل لك شوية قضامة بركي بترتاح. الله لا يريحك إلهي، الله لا يريحك. لك يا ريتني كنت جايب حي طلطني بنص بصوص عيني ولا كنت جايبك. بكرة بكرة من الصبح من الصبح بتفرقني بريحة طيبة. ها ما بدي شوفه شكلهم بالحارة، فهمت سيد راسي؟ لح أفرقك باباتي لح أفرقك، ولح خليك لعفريتك ينططولك طوال الليل أشكال ألوان يا ريان. فسدت له علي حنوني. اعوذ بالله باباتي، بس فكر انه الحين حاميه وصار يدي على صفوان. بس قلعني من البيت. لا 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 لا، وين بدك تروح؟ وين بدي روح؟ هلا بيرجع بيراضيني. ابو نجيب يرجع يراضيك. بعيده عنه، بعيده. لا حبيبي مو بعيده عنه، مو بس بيراضيني وراح يترجاني كمان. اوف والله ما لي ايده منه كمان. وشو السر بقى؟ السر ما بيسترجي ينام لحاله بالليل، بخاف تطلع له ام نجيب.
يا لطيف ابو حميد ابو حميد شو بدك قدامي؟ لا والله بس شفت ابو نجيب قدام بيته ويمكن عم يسال عليك. ها ما عدتلكم خافلكم. مع السلامه. الله عليك يا ابو فخري، مو حرام تعمل فيه؟ لا سيدي مو حرام، لو طلع بايدي بساوي اكثر من هيك. بس وينكم؟ هذا الباباتي طلع شيء فظيع، لك ما حدا قادر يتحكم بابن نجيب مثله. لك افرو افرو وماسكوا من ايده لتجعوا. بس حلوه هي طوال الليل رايح جاي. كبرك يا ابو فخري. وادعي له لعزمي بيك ولاولاده. الله يطول عمره ويسلم لاولاده الى الله. يسلمك يا رب. انا من زمان واقف ما اعطيتك. شو قلت لي اسمه هذا اللي عم يوزع لحمه؟ اسمه عزمي بيك. عزمي بيك. ادعوا له لعزمي بيك. ها الله يخليك. خلينا ياك يا عزمي بيك. يسلو ناجي تعو يا موحدي توحيد الله بسمعي. أنا طريق أنا أعمى أنا ممشوف حنو علي صلي 3 سنين ما أكلت لحمة. يا ربي يوفقكم. عزمي بيك وعدني يعطيني حصتين. ليش حصتين؟ إلي حصة ولأختي أمون الخلصة حصة. لك وهي أحلى حصتين إلك ولأختك أمون. دعي له لعزمي بيك. إن شاء الله ربي بيوفقه. الله يسلمك. إن شاء الله ربي بيحن عليه. إن شاء الله ربي بيحن حصتين. لك الله يجبر بخاطره. لك الله يطعمه اللي بده إياه يا رب. الله يوفقه يا رب. واقف عمي واقف. ما ضل لحمة يا جماعة، خلصنا بح نصيبكم بالجنة. لحمة ونحنا. لك يا جماعة هذا غصاب، هذا محتال، الله وكيلكم. لك بيشوف هذا ماله أعمى. أخذ بالحرام، أخذ حصتين وهرب. قال أخته أمو الآن. بلد شاي بصلاة. مرحبا باباتي. أهلين بالحنون. أهلين. تشتري لحمة؟ لحمة؟ لحمة شو؟ لحمة قطط. لحمة شو يعني؟ لحمة عواس. هات لشو؟ منين جايبة؟ ومنين جبتون اللحمة؟ هذا يا سيدي كان واحد اخذ من عندي اضامه بالدين، ما معه يدفع لي مصاري او اعطاني اياه. سمعتوا اضامه بالدين؟ بالدين ولا من عند عزمي باشا؟ يا حريشك شو عرفه؟ بدها زكا. ايه سيدي، قديش بدك فيهم اللحمه؟ قديش عم تبيع اللحمه عندك بالناقص نقله؟ لا كريم، هات لشوف قديش بيطلعوا. جدي والله خسارة ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا.